بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن جبال من غيوم. في أعلى صورة مثل ما تلاحظون قائمة يبلغ ارتفاعها عدة كيلومترات، التقطت من قبل العلماء. وفي أسفل الصورة مثل ما تلاحظون جبل أيضا يرتفع لعدة كيلومترات. وربما نعجب إذا علمنا أن القرآن تحدث عن جبال من الغيوم. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفها عن من يشاء. سورة النور آية 43. فقد سبق القرآن إلى الإشارة الغيوم من الجبال في السماء قبل أن يصورها العلماء ب14 قرنا، إنه هذا يدل على إعجاز القرآن. صراحة ما نقول إلا سبحان الله والله أعلم.